بعد إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني في المدارس والذي يهدف إلى تقديم محتوى تعليمي مجاني لعدة مراكز تعليمية في المملكة، قام الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن جيروم هاينك وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الأردن روبرت جيكنز بزيارة معهد الملكة زين الشرف التنموي، وهو أحد المراكز التابعة لمبادرة مكاني. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تقديم محتوى تعليمي مجاني للأطفال الذين يقعون على لائحة التعليم غير الرسمي، وإدخال نهج تكنولوجيا المعلومات في التعليم من أهم نقاط المسؤولية المجتمعية في شركة أورانج الأردن. زيارة سريعة لشركة أورانج واليونيسف للإطلاع على الفعاليات والأنشطة المقدمة للأطفال المنتسبين لمركز مكاني. This platform is very well adopted in the Makani centers, and we are starting to roll it out in the 220 Makani centers across the kingdom. And the feedback we receive from the kids and from the teachers are very positive, so we are very pleased about that. Provide learning opportunities for vulnerable children throughout the kingdom. We're really excited by this initiative. It's leveraging the technology of Orange, the outreach of Johud and our expertise and resources, and to see the way the kids have appreciated it, to see them reaching their full potential. It's an exciting partnership. كما تم تطوير المحتوى الإلكتروني وفقاً لمخرجات التعليم لوزارة التربية والتعليم في 4 مواد رئيسية تدرس في مكاني، وهي العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف السادس الابتدائي. يعتبر التعليم ايضا هو احد من اهم محاور المسؤوليات الاجتماعيه لشركه اورنج بتطبيق برنامج التعليم الرقمي في مراكز منظمه اليونيسف، وذلك لخدمه المجتمعات المحرومه وخاصه اللي في المناطق النائيه والاقل حظا بالاضافه الى المخيمات، بتوفير برنامج تعليم رقمي المتكامل. هذا مكان هو بيخلق جو آمن للأطفال وعائلاتهم، بخلق فرص متكافئة للأطفال من خلال تقديم التعليم غير الرسمي، نظام الإحالة، التدريبات المهارات الحياة الأساسية والعديد من الدورات التعليمية. الفرص الجيدة التي أتيحت للأطفال المنخرطين بهذا البرنامج والشباب أو اليافعين كانت رائعة. برامج التعليم البديل وبرامج بناء المهارات وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال تركز على تعليم الأطفال وحمايتهم وتأهيلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم من خلال إكسابهم المهارات اللازمة. ليلى خالد، رؤيا.